لسه مكملين مع استعدادات فريقنا لماتش الطلائع، وكان في جلسه خاصه امبارح طبعا من قبل الجهاز الفني مع مدافعي الفريق محمود حمدي الونش، محمود علاء، وكمان محمد عبد الغني. وطبعا تم خلال الجلسه دي توجيه بعض التعليمات الفنيه والرسائل الخاصه استعدادا للقاء النهارده طبعا امام طلائع الجيش. الجهاز الفني حذر ثلاثي الدفاع في حال مشاركه اي ثنائي طبعا منهم من خطوره مهاجمي وصناع لعب فريق طلائع الجيش. طبعا هم بيمتلكوا امكانيات متميزه فنيا، وكمان طالب لاعبتنا بالتصدي وبكل قوه ليهم، وطبعا عدم اختراق خطوط الدفاع. كمان اكد ثقته فيهم في العبور بهذه المباراه ان شاء الله لبر الامان.